واقعي. زين سلطان راشد ويانا على الخط. سلطان راشد ويانا على الخط. سلطان مرحبتين اخوي. ماي كيف حالك؟ انا كابتن. حياك الله. الله يسلمك خير. سلطان المشكله احنا اللي شفناها في اخر شيء شايفر راح لمحمود. اوكي. شايفر راح يركض لمحمود حسن. اوكي. اللقطه هاي اللي واضحه لنا احنا بعد نهايه المباراه. اوكي اخوي يعقوب اول شيء مساء الجمعه اللي عندك هنا. اللي حاصل انا بكلمك تبغي اخبرك من الالف والياء ولا تخبرني انت الحين عن لقطه انا ما لا بالعكس انت شاهد هناك صوت احسن. انا الحين موجود الحين اذا انت بتتكلم اني انا كشاهد انا نعم موجود. أوكي. في اول 15 دقائق لو تحطون لقطات الحين بتحصل محمود تعور في اول 15 دقائق فتعالج تقريبا عندنا في الدكه على صوبنا يعني المدرب يواجه اللعيبه فعند الدك عند الدك يعني تخيل عند الخط والله محمود انا سمعته باذني واللعيبه كلهم اللي في الدكه كلهم يسمعون قال له كلمه اقسم بالله يعني انا استحي اني اتكلمها يعني او اقولها او كانسان مسلم ما يقولها عيب يعني فانا ما اتوقع ان في لاعب بالاخلاق هذه يتكلم بالطريقه هذه عند يعني مدرب هو المفروض انه يكون كمدرب مربي نحن هذا اللي نعرفه صح ولا لا؟ هذه اول شرارة المباراة اللي استوت فيها المشكلة. أوكي. المشكلة الثانية اللي حصلت في طول المباراة يسب دياز من اول بداية المباراة لين ما طلع المدرب نحن قلنا ما مشكلة نحن كلاعبين نعرف الموضوع هذا انه تحصل في المباريات الكثير من الاخطاء او تحصل يعني تحصل بين اللعيبة وبس تنتهي المباراة انتهى الموضوع يعني لكن في اخر خمس دقائق الكل شاف حتى لو تحط اللقطه الحين نفس ما خبروني الحين الربع الحين قالوا لي اللقطه واضحه انه طالع بلديبه يرمينا انه التفاله في وجهه هذا انا هذا اكلمك بشيء انا شفته 100% في عيني اخو يعقوب اقسم لك بالله يعني انا شفته في عيني ويراويني يقول شوف انا يعني هني الواحد يعني هذه بعد سلطان بعد المباراه ولا بعد الطرد هذه قبل نهايه المباراه بالفاول بعد الطرد سلطان بالفاول بنشوف الطرد نتمنى تجهيز حاله الطرد مش الطرد هاي ما فيها طرد لا بعد حالة الطرد بعد الطرد سلطان بعد الطرد الكره اللي يعني ما اتذكر الحين كيف لا نحن نتذكرها سلطان بعد الطرد اللي انطرد فيها لاعب لاعب النصر في كوره مبين انفعال فالديفيا فيها اخذ فيها انذار واخذ فيها انذار لان رمى الكوره الحكم أوكي. كان عاطنا ظهره يعني مبين انه في شيء صار اوكي ما نقول لا بينه هالامور تصير ما نقول لا يعني في شيء صار في المباراه نحن ما نتكلم عن اللي صار في المباراه محمد ابو حمد طال عمرك اللي حاصل انا شفته يعني في عيني قبل الطرد انا والله ما يعني الحين ما متذكر يعني الحين هذه الطرد لكن يوم خذ انذار فيها كان زعلان على بالطريقه هذه صح. انا ما اشكك في نزاهه التحكيم بالعكس الكابتن علي حمد انا اكبر مني انا قيمه لكن اللي حاصل يمكن علي حمد ما شاف يعني يوم اللاعب يتفل على فالديفيا لكن هذا وحتى يمكن مراقب المباراه انا ما ظلمهم لكن اللي اتكلم كاخلاق لاعب مستحيل تكون بالطريقه هذه مستحيل يعني فانا اتصور انه هو يعني بالطريقه هذه اللي هو اللي وصل اللي حصل عقب المباراه فانا لقطه الكابتن شايفر يوم يركض فيها ما اتصور انه ككابتن او كمربي يجب عليه انه يكون يعني يدير المباراه من البنش ويطلع والسلام عليكم لكن ممكن انه صار يكلمه بطريقه او انه هذا يعني الكلام الصح يا هذا كلام الصح شكرا لك يا سلطان شوف سلطان عفوا بس لحظه شويه سلطان الحين تشوف التلفزيون سلطان انت؟ لا والله انا في السياره ما تشوفها سلطان شوف في شغله انت الحين قلتها وهي لب الحديث واتمنى المشجع اللي اتصل وحتى اي حد ثاني ان المفروض شيء لكن يبقى ان شايفر يمكن انسان نحن نتكلم عن المفروض وانت نعم. نفسك قلت هالكلمه المفروض انه يخلي ادري بس هو انسان ما تصور انا ما دافع عن المدرب الحين انا اقول لك ما شفت شيء بس أيوة. انا ما تصور انه بيصير يضارب يعني مثل المدرب يعني يمكن ساير صوب المدرب يعني المدرب لوكا يمكن يسلم عليه انا ما انتبهت في الموضوع صح. لكن انا اذا انتم بتتكلمون يعني اذا محمد بنبحث عن الحقيقه لا نحن انا اتمنى يكون الاخراج سلطان يا جماعه يا افضل في المباريات القادمه سلطان. عشان ما نظلم طرف على طرف ثاني كابتن في شغلة أساسية نحن ترانا هني في النقاش كله يمكن الكل منفعل ومتوتر ما أقول لك لا هذا حتى اللي بيكون برا من أي واحد من المشجعين اللي حاضرين المباراة أو اللي طلعوا المباراة ولهم علاقة بفريق النصر أو العين وكل واحد بياخذ الموضوع من وجهة نظره نحن هني نتكلم على الشيء اللي شفناه بس صدقني لا أنا
ولا أي واحد من الموجودين قال إن فلان أخطأ ولا فلان ما أخطأ. إحنا علقنا على الصورة، على الصورة، على الصورة الموجودة. يعني هاي طويل العمر أنا وياك، هذه تصير ترى، وتصير سلطان، تصير في أي دولة تصير مشادات وتصير شغلات من هاي، لا نكبرها أكبر من حجمها. يعني محمد أنا بقطع كلام طال عمرك، شوف نادي العين ونادي النصر أكبر عن كل اللي حصل في لاعب يعني سوى أزمة اليوم. نحن بالعكس يعني ما ناخذ على نادي النصر، بالعكس نادي النصر يعني يا ما طلع لعيبة نجوم في كرة الإمارات واستفاد منهم منتخب الإمارات كأخلاق وكلعب كمستوى جميع من النواحي سلطانو. يعني فنحن علاقة نادي العين أتصور ونادي النصر بالعكس علاقة كبيرة، ويعني ما تهز هذا كلام العقلاء. شكرا لك يا سلطان، شكرا لك، شكرا لك. في شغلة العلاقة الأزلية لازم الجمهور يفهم شغلة، من سنتين يستروفيتش صارت لمشكلة مع كاظم، مشكلة بسيطة بعد المباراة تحصل، بعدها بثلاث مباريات يستروفيتش لاعب في نادي النصر زميل لكاظم صحيح.